بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولالكيكا ولا شيء ذا مسلمة ضحي نصيب كان هالكيكا كانتي حديات مقال كان فورتي مانتا واللي بانتي اهرب يكارا لنقضو مركو غوريسا كسل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. يا رب يا رب ربيو أدون كستا أدومت كستا مقال كان فورتا ربيو ربيو فرحد أدون يمد آخر أقو بشاري ربي أمرات كذا وسهل ربي وفرج عاجل وأنصو الضهر لهين ربي وسخر ربي وعريرك كسر ربي ومرق هذا كسر ربي وفقرك كسر ربي وديمه كقد ربي وعافي ماتسي حلو نضح حن الله كقد الله ودد هذا توصن كسو حنوني الله ودد توصن كسو هدي اللهم آمين ربي وقف كستوم وقالك جعل هذا وصين شهر قرية أصحابتنا كم النقضة الله وذي قدرت هذا وجعلنا هاي إلهي وعرشك رحمن كأه هوستي سلفري سنة يومالين تدبعت هذا عجرتو ربي وعرشك سنك وكلانسي ربي ودن بيدو دو ضعف ربي وجنة الفردوس كورابي ربي و يا رب يا رب ربي و ربي ومرات كاقا أسهل أدونك يا أدومدا نقرب تاقن ربي وقرب كود استاق ربي ومرات كود أسهل ربي ومرات كود أسهل الدنيا آخر مرات كود الله أسهل الله وجعلو الله وجعلو عدو قي حاسدين تألو كإلالي سحر كي ساحرين تألو كإلالي حسد كي حاسدين تألو كإلالي كو حن حن إلو الله إشو ذك إلالي شيادين تقور قور تألو شرطو ذك إلالي آمين آمين يا رب العالمين. اللهم أنت ربي أسألك أن تقضي حوائجي وتيسر أموري وتصلح شأني وتهديني لما هو خير لي في دنياي وآخرتي. اللهم اقض حاجتي واكتب لي التيسير والنجاح والتوفيق والفلاح يا أرحم الراحمين. اللهم اهدني وارض عني وأصلح شأني ويسر أمري واقض حاجتي واغفر خطيئتي وتوفني وأنت راض عني يا رب العالمين. يا مولاي يا الله أسألك أن تهديني سواء السبيل وأن تقضي لي جميع حوائجي وأن تيسر لي أموري وتبارك لي في وقتي يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم أنت ربي فاغفر ذنبي واستر عيبي ويسر أمري ووفقني لما تحب وارضني به يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات أسألك يا إلهي أن تقضي لي حوائجي وأن تخرجني من طيق الدنيا إلى سعة رحمتك وتوفيقك وهداك يا أرحم الراحمين يا إلهي. اللهم ارزقني رزقا طيبا واقض ديني واكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ولا تجعل لي حاجة عند أحد من العالمين يا مجيب الداعين يا الله يا الله. اللهم إني اللهم إنك تعلم حاجتي وفقري وقلة حيلتي أسألك يا ربي أن ترزقني وأن تغدق عني من نعمك وفضلك شيئا كثيرا يعجز لساني عن شكري إنك على ذلك لقدير. اللهم إني عبدك الفقير المحتاج وأنت رب الكريم المنعم الرزاق فاقض حوائجي يا الله وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم اللهم أنت ربي أسألك أن ترزقني مالا حلالا يكفيني ويقضي حوائجي ويكفي من أعول ويغنيني عن سؤال الناس والحاجة إليهم. إلهي إن الحاجة إليك رفعة وعزة والحاجة لغيرك هوان وذل فأسألك يا ربي أن تقضي لي حوائجي حتى لا أحتاج غيرك وأن ترزقني خير الرزق وأنت خير الرازقين يا أرحم الراحمين يا مجيب الداعين. اللهم ارزقني عملا حلالا أجني منه رزقا طيبا أستعين به على قضاء حوائجي. اللهم إني أسألك أن تقضي لي جميع حوائجي وأن تيسر لي عملا جيدا وأن تعينني على طاعتك وأن توفقني لمرضاتك وتقواك. اللهم
أنت ربي فاكتب لي التوفيق والسداد وارشدني لما يصلحني ويسر لي عملا ينفعني ويكون مصدر رزقي وسبيلا لخدمة المسلمين وأعمار الأرض. اللهم اقض حاجتي ووفقني في عملي ولا تعلق قلبي بما هو ليس لي واجعل الدنيا بلاغا لي كي أفوز به بحبك في الآخرة. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في جميع في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطينا تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمتك تغنيني بها عن رحمة من سواك يا إلهي يا مجيب الداعين. اللهم إني أسألك سلاما ما بعده كدر وراض ما بعده سخط وفرحا ما بعده حزن. اللهم املأ قلبي بكل ما فيه الخير لي. اللهم اجعل طريقي مسهلا وأيامي القادمة أفضل من سابقتها يا مجيب الداعين. أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء المنهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك. فرج عني ما أهمني وتولني وتولى أمري وتولني أمري بلطفك وتداركني برحمتك وكرمك إنك على كل شيء قدير. أعوذ بك يا الله من الفقر والدين. اللهم يا رازق السائلين يا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا خير الناصرين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين إياك نعبد وإياك نستعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. يا مجيب السائلين أسألك بالله يا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.